بشكل شبه يومي تخرج من أنقرة تصريحات للمسؤولين الأتراك يتنقلون في الجغرافيا السورية الشمالية من منطقة إلى أخرى، لكل منها خصوصيتها بالنسبة لتركيا، ولكل منها تاريخها الطويل في الاتفاقيات المبرمة مع موسكو وجدليتها التي لا تنتهي. إدلب العقدة الأكبر لم تحلحلها لا سوتشي ولا أستانا ولا نقاط المراقبة التركية، كل شيء مباح أمام آلة الحصاد الروسية، وكل ذلك كما تزعم موسكو هو ترجمة لمقررات سوتشي ترد على أردوغان الذي هدد بعملية عسكرية إن لم يحل الوضع سريعا في المحافظة، ترد على أردوغان الذي صعد من لهجة خطابه، كان ينتقد النظام على خروقاته وصار الانتقاد موجها إلى روسيا بشكل مباشر. واشنطن نصحت أردوغان بعدم الثقة ببوتين في سوريا والآن يرى نتائج ثقته. هذا الكلام جاء على لسان المبعوث الأمريكي جيمس جيفري الذي يحذر من أزمة دولية من جراء ما يحصل في إدلب. في محورنا الثاني، روسيا لا تلعب في سوريا فقط، فهي اليوم لاعب مهم في القضية الفلسطينية أيضا، لذلك كانت وجهة أولى وسريعة لنتنياهو العائد من واشنطن بهدية صفقة القرن. لم ترفض موسكو الصفقة ولم توافق عليها، تركت الجواب رهن المحادثات مع تل أبيب وتبادل المصالح بينهما، وبالطبع سوريا ليست بعيدة عن كل ذلك. أهلا بكم في سوريا اليوم. بكم من جديد. أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده لن تقف متفرجة حيال الوضع في إدلب أو مناطق أخرى في سوريا، ولن تتردد في القيام بكل ما يلزم بما في ذلك استخدام القوة العسكرية بحسب تعبيره. وردت موسكو قائلة إن ما تقوم به في إدلب لا يتجاوز الاتفاقيات السابقة في سوتشي. في هذا السياق قال المبعوث الأمريكي جيمس جيفري إن بلاده أبلغت أردوغان ألا يثق ببوتين وأنه يرى الآن نتائج ذلك في سوريا. تفاصيل أكثر في التقرير التالي. قصف ومعارك ونزوح في إدلب، لكن تأثيرات ما يجري هناك تتجاوز هذه المناطق لتجوب عددا من العواصم وقصور الحكم وتخلط الأوراق في العلاقات السياسية وربما على ميدان أرض أخرى. بوادر خلاف تركي روسي جديد تظهر معالمه بعد كلمة للرئيس التركي أمام مسؤولين من حزبه، قال فيها إن بلاده لن تقف متفرجة حيال الوضع في إدلب أو مناطق أخرى من سوريا، ولن تتردد في القيام بكل ما يلزم بما في ذلك استخدام القوة العسكرية، وذلك بعد يومين من تصريحات لأردوغان نفسه اتهم فيها موسكو بعدم الوفاء بالتزاماتها سواء في أستانا أو سوتشي. رد روسيا لم يتأخر وجاء على لسان المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف الذي أكد أن موسكو تفي بكامل التزاماتها بموجب اتفاق سوتشي الخاص بإدلب، لكن الهجمات المستمرة بهذه المنطقة تشكل مصدر قلق عميق. الأخذ والرد الأخير سبقه صمت طويل لأنقرة عن التعليق على ما يجري في إدلب بعد التصريحات التي قيلت على لسان وزير الخارجية والتي دعا فيها السوريين إلى الدفاع عن أنفسهم، لكن تقدمات النظام وسيطرته على مناطق واسعة من إدلب دق ناقوس الخطر بالنسبة للأتراك في مناطق تضم ملايين المدنيين القريبين من حدودها. استشعار تركيا للخطر هذه المرة لم يقتصر على النظام بل لامس روسيا، ووجهت الانتقادات لموسكو بصفتها مشاركة بالحملة ووصية على قوات النظام، حتى إنه تجاوز الانتقاد وانتقل لمرحلة التهديد بشأن عملية عسكرية لوقف الهجوم على إدلب. وصول الموقف التركي لمراحل التهديد بالعمل العسكري يطرح تساؤلات عن مدى خطورة الموقف الميداني في إدلب وحساسية أنقرة لقضية موجات اللجوء باتجاهها والتي طالما وضعها الأتراك على طاولة المفاوضات.
إذن لمناقشة هذا الموضوع ينضم إلي في الاستوديو أستاذ العلاقات الدولية الدكتور سمير صالحة، ومعنا عبر سكايب من موسكو الكاتب والباحث المتخصص في الشأن الروسي السيد سامر الياس. أرحب بكما، وأبدأ معك دكتور. يعني تبدو اللهجة التركية الآن أكثر حدة تجاه موسكو بعد اجتماع مجلس الأمن القومي التركي، هل هناك قرارات يمكن أن تكون اتخذت الآن أكثر جدية في مواجهة ما يجري في إدلب؟ مساء الخير للجميع. أولا نعم، أظن يعني أنه في الآن أكثر من سيناريو بالنسبة لأنقرة، سياسي وعسكري أيضا، يعني عسكري أقصد بالشق الميداني، التعامل مع التطورات الميدانية، ومن الناحية السياسية أيضا سيكون هناك بدائل وخيارات جديدة بالنسبة لأنقرة. لكن في نقاط برأيي تحتاج إلى نقاش، يعني كيف وصلت الأمور إلى هذه الدرجة الآن من حالة انعدام الثقة، من حالة انعدام الثقة بين أنقرة وموسكو. القيادات السياسية التركية تقول شيء، موسكو متمسكة بسوتشي، على الأرض لم يعد برأيي أنا أي وجود أو فرص للعودة حتى لتفاهمات الأستانة أو سوتشي. لماذا؟ الجغرافيا تتغير، الخارطة العسكرية تتغير، عملية التموضع والانتشار الجديد، عملية القدم المستمر. إذن الآن في عنا أكثر من، كما قلت لك قبل قليل، أكثر من احتمال أو أكثر من سيناريو. الآن هل في الساعات المقبلة سيكون هناك لقاء تركي روسي سريع جديد أم لا؟ لماذا؟ لأنه حتى الآن لا نرى هذا التواصل. ردت يعني موسكو، الكرملين رد على تصريحات إردوغان، يعني ورد عاجل كان، يعني الرد يأتي باتجاه نور كما تعرفين، أيضا يأتي باتجاه التمسك بأنه موسكو لم تخرج عن اتفاقات وتفاهمات سوتشي. تؤكد على موقفها. أنقرة تقول العكس تماما، تقول أنه هذه الاتفاقيات لم يعد لها وجود الآن على ضوء المتغيرات الميدانية والعسكرية، وتقول أكثر من ذلك، تتحدث عن أنه سيكون هناك عملية عسكرية، لكن هذه العملية العسكرية ستكون مشروطة برأيي أنا من الجانب التركي بالدرجة الأساسية، مشروطة بموضوع استهداف مباشر للقوات التركية في أبراج المراقبة. ثانيا مهمة أيضا، مشروطة بمحاولة فرض مشهد ميداني عسكري سياسي جديد على أنقرة. رأيي الشخصي نعم، روسيا وراء هذا السيناريو الشق الثاني، وراء هذه المحاولة، لذلك تذهب بمنح كل هذا التصعيد. مسألة أبعد بكثير من أن تكون مسألة حرب على مجموعات إرهابية أو موضوع النصر. عنا أكثر من مؤشر بالنسبة لموسكو هي لم تعد كذلك، هم يتحدثون عن تطبيق اتفاق سوتشي، يعني روسيا بكل وضوح تقول هذا اتفاق سوتشي، بينما الأتراك يعني يقولون لا، ليست هذه خرائط سوتشي، هذه ذريعة روسية فقط أمام الرأي العام العربي والعالمي للقول أنه ما يمارس الآن من تصعيد، من خروقات، من محاولة رسم خارطة ميدانية عسكرية سياسية جديدة، يتم ب معرفة أنقرة. يعني موسكو هدفها الآن توريط أنقرة أكثر فأكثر بأنه هي شريك وحليف لها في ماشي على، يعني إذا لا الخرائط هي متعلقة بسوتشي ولا طريقة التنفيذ متعلقة بسوتشي، العاملين غير. طيب يعني فقط قبل أن ننتقل إلى نقاط أخرى، البعض يرى اليوم أن روسيا في المرحلة الحالية لا تريد أبعد من سراقب، يعني تحديدا ربما المنطقة التي نصبت فيها نقطة مراقبة تركية اليوم. فبالتالي يعني يبدو وكأن الرد التركي أتى بعد أن وصلت روسيا إلى ما تريد الوصول إليه في إدلب. لا تحدث هنا عن أرياف حلب. لا أظن إطلاقا، لا أظن. الإجابة على هذا السؤال هي ليست عند روسيا، الإجابة على هذا السؤال عند ممارسات النظام وما يقوله النظام في الساعات الأخيرة، أنه هدفه الأساسي هو الوصول إلى المناطق الحدودية، استرداد كافة شمال غرب سوريا. روسيا تقول سوتشي، تقول يعني هم يقولون على الأقل في هذا الوقت أنهم يريدون الطرق الدولية، لا أظن إطلاقا، وليس كامل المحافظة، لا إطلاقا، أبعد من ذلك بكثير هو المشروع، ومرتبط مباشرة احتمال من عندي، هذا لا أملك معلومات كثيرة يعني مؤكدة، أن يكون ما يجري في إطار تفاهمات أمريكية روسية جديدة بعيدا عن الأضواء، وهذه النقطة الأساسية الآن التي تغضب أمريكية أنقرة. روسية وليست أمريكية تركية. لا العكس، العكس برأيي، أمريكية روسية في إطار تفاهمات. يعني لكن يبدو الموقف الأمريكي يعني منسجما مع الموقف التركي، يعني تصريحات جيفري التي تحدثت عن أننا نبهنا تركيا إلى عدم الثقة. ربما هو عتاب أو محاولة أمريكية أيضا للقول أنه أنقرة أخطأت في التنسيق الواسع مع موسكو. لكن التفاهمات التي أنا أتحدث عنها التركية، عفوا الأمريكية الروسية، مرتبطة مباشرة بالتقسيم
العمودي لسوريا مع الأسف، يعني إلى شرق وغرب. شرق وغرب. نعم. يعني لأنه تصريحات جيفري كانت ملفتة في عدة نقاط، يعني أحدى النقاط كان يكذب الرواية الروسية التي تتحدث عن وجود إرهابيين في المنطقة، وحتى يعني يكذب أن الضربات التي تخرج عن طريق الطائرات المسيرة هي تصيب خسائر بشرية في حميمين، يعني حتى هذا الخطاب كان ملفت. صحيح، نقطة مهمة، نقطة أهم مرتبطة بهذا بما تقولينه أيضا، أنه لم نحن لا نرى أنه هذه العملية الآن تشن يتم تنفيذها ضد مجموعات النصرة. النصرة غير موجودة في هذه المعارك. ما الذي ستفعله إذن موسكو؟ ما الذي سيفعله النظام؟ ما الذي سيقولانه لأنقرة عندما يذهبان بمنحى دخول إلى إدلب المدينة هذه المرة؟ هذه يعني النقاط الخلاف الواسعة برأيي بين أنقرة وموسكو. طرحت الكثير من النقاط دكتور، لكن نقطة أذهب بها إليك سيد الياس، هل تعتقد أنه بالفعل ما يحدث الآن هو جزء ربما من اتفاق قد يكون ضمني بين أمريكا وروسيا؟ مساء الخير لك ولضيفك الكريم وللمشاهدين. أهلا يعني بداية، الجانب الروسي لم يخفي يوما وكل استراتيجيته مبنية على أن الصفقة الأساسية يجب أن تعقد مع الولايات المتحدة الأمريكية وليس مع الجانب التركي. هناك تنسيق مع أطراف إقليمية في إدلب، حول إدلب وحول سوريا، مع إيران، مع تركيا، مع الأطراف الإقليمية الموجودة مثل إسرائيل أو الأردن أو العربية السعودية أو دول الخليج، ولكن الصفقة الكبيرة هي يجب أن تجري وتتم مع الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا واضح تماما من كل التصريحات الروسية. ولكن يعني أنا أريد أن أعلق على ما يقوله الأتراك اليوم ويقوله الرئيس رجب طيب أردوغان بمثل روسي بسيط، هو أنه من المتأخر أن تشرب المياه المعدنية بعدما فنيت الكلى. الآن الأمور انتهت إلى خواتيمها، تجري للأسف كل هذه الأمور تجري على حساب السوريين ودمهم، على حساب انتهاء كل مناطق خفض التصعيد. هذا الموضوع الذي كان في أستانا هو انتهى، لأن مناطق خفض التصعيد السابقة كان هناك حجج دائما روسية وذرائع روسية من أجل تجاوز هذه المناطق، وصلنا الآن إلى أكثر نقطة معقدة وهي إدلب التي تم تجميع فيها عناصر كبيرة من هيئة تحرير الشام وجبهة النصرة في هذه المنطقة. لماذا حدث هذا التأخير بتقديرك سامر؟ يعني أعود يعني إليك نفس السؤال الذي طرحته على الدكتور سيد سامر، لماذا هذا التأخير الذي حدث من الطرف التركي بتقديرك؟ يعني هناك تفاهمات كانت واضحة، لا يمكن لأي إنسان أن يخفى عليه ثلاث تفاهمات أساسية حددت واقع المعارك في سوريا: عملية ترافقات، عملية غصن الزيتون، وعملية شرق الفرات. هذا هناك تفاهمات إقليمية بين روسيا وبين تركيا حول هذا المواضيع، ولم يكن بإمكان تركيا أن تقوم لا بعملية ترافقات إلا بعد حلب، لم يكن بإمكانها أن تقوم بعملية درع غصن الزيتون إلا بعد ما جرى في غوطة دمشق، ولم يكن بإمكانها ما يجري الآن في شرق الفرات دون تنسيق مع الجانب التركي. كل هذه الأطراف للأسف الشديد تقوم على حساباتها الإقليمية الأساسية. هناك سد رائع، الطبيعي الجانب التركي يقول بأنه وضع خطوطا حمراء من أجل عدم تقدم النظام في إلى حمص وإلى حماة وإلى غيرها من المناطق. هو اليوم محرج، لكن للأسف المقاربة حتى الآن هي مقاربة لاجئين ومقاربة نازحين، ودون الالتفات إلى أن هناك 4 مليون إنسان في إدلب يمكن معرضون للموت. هناك دمار كبير يجري في المدن، يجري تهجير سكان. يعني هي مقاربة اللاجئين ربما يعني يجري الحديث عنها من أجل الضغط على أوروبا لاتخاذ موقف ما، لا يبدو أن أوروبا مهتمة حتى الآن في اتخاذه. لا، أوروبا مهتمة بشكل كبير في موضوع اللاجئين، لأن أزمة اللجوء الكبير أقصد في موضوع إدلب، يعني في أن تحد ربما من العملية العسكرية وتضغط بهذا الاتجاه في إدلب. لكن دعينا دائما وأبدا ننظر إلى التدخلات الأوروبية الضعيفة في كل المواضيع، منذ ليبيا، منذ الأزمة السورية، في القضية الفلسطينية وفي جميع القضايا. الجانب الأوروبي للأسف لا يملك مشروعا كاملا من أجل تدخل سياسي كبير في منطقة الشرق الأوسط. هو يقدم معونات اقتصادية، هو يقدم كثيرا من القضايا، لكنه غير قادر عسكريا على وقف هذه الأمور، وغير قادر سياسيا بالضغط. هو يدرك تماما أن هناك تفاهمات بين إيران وتركيا وروسيا حول موضوع سوريا، وهو يطالب هذه الأطراف بأن تراعي بشكل أساسي عدم وجود موجة لاجئين جديدة،
وبالمقابل فإن هذه الأطراف أيضا تلعب وتضغط على الجانب الأوروبي بأنها يمكن أن تفتح باب اللاجئين مرة أخرى من أجل تسجيل مواقف سياسية. نعم. اليوم الكل يسجل مواقف على حساب دم الشعب السوري، ولا يوجد أي صديق للشعب السوري باستثناء إمكانية توحد هذه القوى السورية في المعركة الوحيدة. طيب. ونتذكر دائما بشكل أساسي أيضا أن هناك إمكانية كانت مع تركيا من أجل تحريك كثير من الجيوش التي أعدتها الجيش الوطني وغير ذلك من أجل نصرة إدلب في بداية هذا الموضوع، وقبلها كان يمكن تحريك هذه الفصائل إلى أماكن أخرى. اليوم هناك حجة بأن هيئة تحرير الشام الموجودة في هذه المنطقة تمنع تحرك الفصائل، فصائل الجيش الحر والجيش الوطني بالعمل. قبل أن أنقل هذه النقاط إلى دكتور، تحرك هذه الأمور من مناطق درع الفرات أو من مناطق بين تل الأبيض ورأس العين، وهذه المناطق تشهد هدوء وتشهد تفاهمات مع جانب تركيا لكنها لم تفعل ذلك حتى الآن. نعم، يعني قبل أن أنقل هذه النقاط إلى الدكتور، فقط أود التعقيب عن إحدى النقاط التي ذكرت، وهو موضوع التفاهم الروسي الأمريكي. إذا كانت أمريكا مقاربتها لسوريا هي التقسيم طوليا كما تحدث الدكتور صالحة، هل روسيا منفتحة إلى خيار كهذا؟ يعني الجانب الأمريكي والجانب الروسي هم أمام صفقة لسه حتى الآن أكبر بكثير من صفقة سوريا. أنا أعتقد بأن الجانبين الروسي والأمريكي متوافقان على خطوط الحل بالنسبة لسوريا من عام 2015 عند زيارة كيري إلى سوتشي، وربما أبكر من ذلك بكثير، وهم أوكلوا هذا الملف برعاية إسرائيلية أو بموافقة إسرائيلية للجانب الروسي من أجل إكمال هذه المهمة، خاصة عندما بعد أن تمت صفقة الكيماوي الشهيرة، عندما لم يتم معاقبة هذا النظام على قتل شعبه، ولكن كان المطلوب تدمير سوريا وإكمال تدمير سوريا بحيث لا تستطيع أن تقوم لها قائمة لسنوات طويلة، وهو التهديد الذي كان. إذن لا شيء قد يوقف معركة إدلب الآن إلا أن تقول روسيا أن هذه هي الأرض التي تحتاجها الآن ولا تريد المزيد من القدم في الوقت الحالي. يعني الجانب الروسي باستراتيجية أساسية هو يريد استعادة كافة الأراضي. نعم. إلى هيمنة. نعم. النظام السوري، إعادة السوريين إلى بيت الطاعة لهذا النظام. ومن ثم إقرار إصلاحات سياسية يريدها أو يشاءها أو يتكرم عليها ضمن مكرمات يقدمها قيصر روسيا الجديد المسمى فلاديمير بوتين في هذا الموضوع. لكن هناك قضايا على الأرض يجب تنسيق معها مع قوى أخرى، لذلك هو يتمهل في هذا الموضوع. وأعتقد بأنه الآن ضمن ذريعة تنفيذ اتفاق سوتشي هو يمكن أن يواصل إلى سراقب ويهدم مجموعة كبيرة من المدن السورية. دكتور، يعني من النقطة التي انتهيت منها منذ قليل بأن روسيا لابد هي تريد إعادة كل الأراضي يعني إلى سيطرة النظام. طيب، سرب عن أحد المعارضين منذ أيام بيان قيل أنه قد أرسل من موسكو إلى أنقرة يتحدث عن أن المرحلة القادمة لموسكو في عملياتها العسكرية ستكون مناطق درع الفرات، ويعني جغرافيا جبهات حلب امتدادها هي بالفعل مناطق درع الفرات ومن ثم عفرين، وهذا خطر على الأمن القومي التركي. يعني تركيا قد فعلت الكثير من أجل تأمين هذه المناطق. صحيح. طيب، إذا كانت هذه القناعة التركية الآن أنهم سيعيدون كل الأراضي، كيف ستتعامل؟ يعني هذا ما نقوله نحن الآن في تحليلاتنا السياسية منذ أسبوع تقريبا، نقول أنه الخطر هو ليس فقط الآن في إدلب وفي ريف إدلب والمناطق المجاورة لإدلب، الخطر أنه المشروع الروسي قد يكون يذهب بمنحى استهداف ما حققته تركيا في عملياتها العسكرية في حصن الزيتون، في درع الفرات، وفي نبع السلام، وأن يكون يعني هذا السيناريو مرتبط بتفاهمات أمريكية روسية. لذلك أنا حدثتك عن هذه التفاهمات، هذه نقطة أولى. نقطة أهم من ذلك، لأن تحدثنا قبل قليل عن تراجع الثقة في العلاقات التركية الروسية في هذا الموضوع تحديدا. الآن نعم، الموقف الروسي مهم كما أشرت أنت قبل قليل مع ضيفك، موقف الروسي مهم أن تعلن روسيا ما الذي تريده بشفافية ووضوح، لكن برأيي الموقف التركي أهم بكثير، ما الذي ستفعله أنقرة أمام سيناريو يعني يذهب بمنحى وجود تفاهمات أمريكية روسية، وهذه التفاهمات تستهدف مباشرة
الخطط التركية، المصالح التركية، ومبادئه تركيا في علاقاتها سواء كان مع المعارضة السورية في الأعوام الأخيرة أو على الأرض ميدانياً عسكرياً في عملياتها العسكرية الثلاث. إذن في عنا الآن أكثر من نقطة سنرصدها عن قرب. في عندي نقطة أيضاً مهمة علينا أن نأخذها بعين الاعتبار خلال الحديث، أنه إدلب، رأيي الشخصي، هذا لا أملك كثير من المعلومات المفصلة، إدلب بعد الآن قد تتحول إلى نقطة، أو تتسبب بأن تتحول إلى نقطة اصطفافات محلية في الملف السوري أقصد، وإقليمية جديدة. هل أنقرة جاهزة لهذا النوع من الاصطفافات على ضوء هذا التصعيد؟ يعني بأي شكل ستكون هذه الاصطفافات؟ مفتوحة بأكثر من اتجاه، يعني لا أريد الآن يعني أن تعيد أنقرة نفسها تحالفاتها من جديد من أجل الحفاظ على مكاسبها ومنها القومي. هذه نقطة أولى من في الشق التركي، لكن أيضا في عنا شق محلي أيضا. المعارضة السورية أيضا تسأل أنقرة دائما باستمرار ما الذي يجري وإلينا وإلى أين نذهب، سواء كان في علاقاتنا أو في التعامل مع الملف السوري في هذه الأزمة. لابد من أن يعني ما خيارات المعارضة في اصطفافاتها في هذه المنطقة؟ تذهب إلى مصالحة مع النظام مثلا؟ أنا وأنت نتابع الإعلام، والكثير من وسائل الإعلام الآن تطرح أسئلة من هذا النوع على أنقرة، أنه هل ما يجري، لأن روسيا تحاول دائما أن تقول أنه ما يجري يتم بمعرفة أنقرة. لذلك أنقرة لا يكفي أن تقول لا، عليها أيضا أن تتحرك ميدانيا عسكريا سياسيا في إطار استراتيجيات جديدة. لماذا؟ لأنه المشروع الروسي كما أنا أرى لن يتوقف مع الأسف، سيستمر ويذهب بمنحة معقد أكثر فأكثر. لكن يعني مع ذلك السؤال لم تجبني عليه بدقة، يعني ما خيارات المعارضة؟ المعارضة السورية إن لم يكن إكمال المعركة واستمرار التواصل مع تركيا والتنسيق معها. يعني أنا لست في المعارضة ولا يعني لن أتكلم مكان المعارضة، لكن المعارضة التوقع يعني. لكن المعارضة عندها نقطة أساسية وبرأيي تستحق أن تحصل على إجابة واضحة محددة عنها. ما الذي من يجري؟ أنقرة. نعم، ما الذي يجري وإلى أين تذهب الأمور؟ هذه النقاط إذا لم تحسم في الساعات القليلة والأيام القليلة المقبلة فربما سيكون هناك يعني هذا ما قصدته أنا عندما قلت لك أنه موضوع إدلب ربما قد يتحول إلى مشهد جديد. يعني إذن هذه الصراحة لم يحصلوا عليها حتى عندما ذهبوا إلى أنقرة في الأيام الماضية عندما قالوا لهم اذهبوا وافتحوا المعركة. الآن يعني في, في, في الأيام الأخيرة، في اليومين الأخيرين، لا أعرف إذا ما كنت مصيبا في هذه القراءة، أرى أنه الآن في دعم متزايد للفصائل السورية من قبل أنقرة، وربما دخول عسكري سريع مكثف. قد تكون المسألة مسألة أبراج المراقبة، لكن الخطة قد تكون بمنحة بناء المنطقة الآمنة التركية الجديدة التي تم الحديث عنها اليوم في وسائل الإعلام التركية. هذه مسألة جديدة. هل هي المنطقة التي بدأ البناء فيها الآن من قبل بعض المنظمات بناء احتمال أن تكون هذه المنطقة جزء أساسي منها، لكن نعم. لا أعرف أنا تحديدا حدود يعني هذه المنطقة. نعود إلى الحديث عن شريط حدودي ربما يدرج تحت مسمى اتفاق أضن كما جرى الحديث ممكن كثيرا ممكن. طيب فقط الخيارات العسكرية، يعني قلت أن الخيار العسكري اليوم مفتوح، والآن ذكرت أنه قد يكون أيضا عبر فصائل المعارضة نفسها. هل هناك خيارات عسكرية أخرى لدى أنقرة للتدخل؟ هل هناك غطاء صحيح تستطيع أصلا تدخل؟ صحيح، هذه نقطة مهمة لن أطيل كثيرا، فقط أقول لك أنه الإجابة على هذا السؤال مرتبطة أن تتعامل أنقرة بأسرع ما يكون مع مجموعات النصرة، إخراج هذه المجموعات من المشهد ومن المعادلة بأسرع ما يكون. أنا لا أعرف، لست خبير عسكري، لا أعرف هل هذه المجموعات الآن فعلا تشارك في المعارك على الأرض أم لا. لماذا يعني هذه النقطة ينبغي، لماذا؟ لأن روسيا تستخدم هذه الشماعة وما زالت حتى الآن، وهي تقول أنه تنظيمات إرهابية. لذلك أظن أنه أنقرة في الأيام القليلة المقبلة عليها أيضا أن تتعامل بشكل واضح وحاسم ونهائي مع مجموعات النصرة وضرورة إخراجها من المشهد بأسرع ما يكون. يعني لو كان ذلك متاحا ربما كان حدث في مرحلة أبكر من هذا. لا معلش، خلينا ما يعني لا دعينا نقول، دعينا نتفق على نقطة أساسية، ربما نعم مهمة تقولينه، لكن الآن أمام هذا الحراك، أمام هذه التطورات، هذه التعقيدات، أمام أنه أن نرى الآن كل طرف يعيد ويراجع مسألة ما الذي يجري، يطرح هذا السؤال الكبير، لابد أيضا
أن نطرح سؤال مرتبط بموضوع النصرة وما الذي سيجري. طيب نقطة أخيرة تحدثت عنها دكتور وهي موضوع نقاط المراقبة، ما الدور الذي يمكن أن تلعبه في هذا السياق؟ هل هو دور عسكري؟ هل هو دور سياسي ربما في التفاوض بأننا نملك نقاطا هنا ونملك عسكريين؟ القيادات السياسية التركية اليوم، لا أعرف أيضا إذا ما كنت قد تابعتي، قالت أنه القوات التركية باقية، نقاط المراقبة باقية. الآن في عنا اختبار، سؤال مهم، ولم يجري التعرض لها أصلا حتى عندما يتقدم بقاها برأيي، يعني أنه أنقرة ستكون متواجدة عسكريا في هذه المناطق التي يدخلها الآن النظام بالتنسيق مع روسيا. هذا يعني أنه أنقرة ستصر في حوارها مع موسكو على أنه الآن أنتم تحاولون أن تصنعوا أو تفرضوا علينا مشهد ميداني عسكري جديد، سوتشي جديد. لا أظن إطلاقا أنه أنقرة ستقبل بسوتشي جديد بصناعة روسية، يعني بالتنسيق مع روسيا في سوتشي جديد. التنسيق التركي سيكون بالدرجة الأساسية مع المعارضة، مع الفصائل، لذا أنا قلت لك عنا اختبار لأمام الجميع الآن، ومع الشفافية في معرفة بأي اتجاه يتقدم المشهد على الأرض. أشكرك شكرا جزيلا الدكتور سمير صالح أستاذ العلاقات الدولية، كنت ضيفي في استوديو. سامر الياس الكاتب والباحث متخصص بالشأن الروسي، باقي معي إلى نهاية سوريا اليوم. مشاهدينا فاصل قصير نعود بعده لمتابعة المحور الثاني، فابقوا معنا.